لو انت حاكم والمنطقة بتواجه هذه المخططات للتقسيم وللتمزيق وللاصطناع الحروب. لا انا اسف جدا. نعم انا اسف جدا. ايه مفيش مخططات؟ لا مفيش اي مخططات. أبداً. معلنة؟ لا ومسمى؟ لا معلنة. معلنة عند اللي عندها. معلنة عند اللي عندها. عند اللي بيعلن. انا ماليش دعوة. هو متصورك ازاي؟ وتصوره في قدر كبير جدا من الموضوعيه. على انك انت بيوتات كبرى، عائلات وعشائر وقبائل وكذا 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 ومذاهب وملل ونحل وكذا. وبشأن هذا الامر موضوعيا ان تتناحر. ان تتناحر. تتناحر. على المياه، على كذا، على كذا، على القوة. هو بيعملك على اساس كده. والتصور ده يعني انا قلته في محاضرة قريبة جدا في الجامعة. قلت اهو هما اللي بدعوا لنا حكاية تاريخ اداب اللغة العربية. اول من ورع تاريخ للادب العربي جوزيف هامر برج السال النمساوي سنة 1850. وضعوا على اساس نحن قبائل. شعر هزيل، ولما يجي في العصر الإسلامي ها يبقى شعر ربيعة، ولما تتطور الأمور في العصر العباسي وقتها يسموها الشعر في بلاط بني حمدان، الشعر في بلاط بني بوي بني الأحمر. إحنا بنو قبيلة يعني، واخدوها يا إخوان أساتذتنا يعني أساتذتنا من أول جورج الزيدان سنة 1911 لما عمل لنا تاريخ أدب العربي على نفس النهج. هو لاخر تاريخ للادب العربي شوقي ضيف على نفس النك. هم بينظروا الينا على اننا قبائل وايديولوجيانا على اساس اننا مذاهب. عندهم حاجات كبيره قوي اسمها سنه وشيعه، والسنه دول مليون فرقه وشيعه مليون فرقه. ومن شان هذه القبائل والعشائر ان تتناحر على المياه والعشب وكذا والغنى والثروه والحدود وكذا كذا كذا. فبيعملك على هذا الاساس ان الحرب القادمه في المنطقه بين السنه والشيعه. فهو بيعمل على هذا الاساس، يستعمل بعض الشيعه عملاء ويقوي بعض الشيعه علشان عناصر منوئه له من القبائل الاخرى في مصر او في الشام بتاعه. فبيعملك كده. فبتسمى مؤامره ليه؟ انت تواجه التصور ده ازاي؟ بقى انت تتصور نفسك تصورات صحيحه وتصدر هذا التصور للعالم وتعمل على اساسه فيحترمك ويقيم خططه في منطقتك على اساس تصورك الجديد ده. ايه التصور الجديد ده؟ هو التصور البعثي والنصيري اللي هو التصور القومي يعني الحديث يعني. نحن امه ذات رساله خالده والحكايه في جوهرها اتفاق بين قاده عسكريين للجيوش العربيه في مصر والشام والعراق وبتاع عشان يحلوا مشكلاتهم الوظيفيه في القياده دي. فيستندوا على جمال عبد الناصر عشان يحلوا مشكلات العسكريين السوريين البعثيين ها كذا كذا. لا التصور الثاني اللي حاطه طه حسين ان احنا وامه خطيره جدا في التاريخ البشري يعني، واضفنا اضافات حضاريه مرموقه سواء في القديم العتيق البابلي والاشوري والفينيقي والفرعوني وكذا وكذا، او في العصر الوسيط العربي الاسلامي، او في العصر الحديث احنا لكن العروبه ثقافه. هنا بربط الفانس. العروبه ثقافه. هو قالها كده.